أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع في سائر هذه الحلقات هو عن الارقام والتوقعات المرعبه بازدياد حجم الاصابات بفيروس كوفيد 19 المعروف على الالسنه بفيروس كورونا لا سيما وان العراق بلد بتعبير المواقع الرسميه والمجلات والصحف الرصينه والدوائر الصحيه العالميه هم يعبرون هذا مو انا اعبر بانه الوضع الصحي في العراق محطم، بل واقعا اللي صار انه العراق فاق جميع الدول العربيه وصار الثاني شرق اوسطيا في عدد الاصابات بفيروس كورونا، اخواني ولا سيما ارجوكم الالتفات الى هذه النقطه، احنا يعني اللي يسمعوني من اخواننا العراقيين لا سيما اتباع اهل البيت يعني مناطقنا الشيعيه ما بها خدمات لائقه. ولا ربع لائقه ولا 10% من اللياقه هسه على المستوى الصحي لا في ايام ازمنه الانظمه السابقه ولا في هذا الوقت فالتوقعات بازدياد الاصابات ثم انه كان المعدل 4000 بالعراق نجف كربله حله كانت الاعداد فيها 300 و400 زين وبالوقت اللي كان اكو نسبه التزام جيده وذكرنا هذا بالحلقات الماضيه الناس بدأت تتباعد قل التزاور جدا اجتماعيا الدوائر انخفض نسبة الدوام بها إلى 25% كل هذا والأعداد كانت بتصاعد مهول كبير زين شلون الآن حضور مليوني في مجالس من بداية محرم إلى الأربعين كيف بحضور مليوني لزيارة المراقد كيف بحضور هائل في يوم عاشوراء وبالأربعين في كربلاء والنجف ايضا باعتبار زياره النبي صلى الله عليه واله كيف هذا؟ زين كيف؟ وانه نحن لاحظنا اذا كان اكو التزام بالايام العاديه المتعارفه انخفض الالتزام بشكل واضح ومريع اثناء الزيارات. المجالس انصافا كان بها التزام الى حد ما. خصوصا بعض المواكب اللي التزمت بالارشادات الصحيه والتعليمات والارشادات الدينيه. كانه الناس يعني اكو جانب عقائدي يقول انا طالع للامام الحسين، وهاي اللغه نفسها لغه الشماته اللي سمعناها من بعض المخالفين من كثير منهم لا سيما القنوات الوهابيه. فالناس على بساطتها بساطه بعضهم وبعضهم لا والله مو بسطاء يقول لك لا ابدا أنا رايح فعلا للإمام وهو كهف الله الحصين وغياث المضطر المستكين، احنا بالأيام العادية من يصير عندنا مرض نروح للأئمة عليهم السلام، بس احنا طبعا أنبه على شيء يعني هذا من القواعد اللي ينبغي أن تكون واضحة عند الجميع خلاصة هذه القاعدة اعقل وتوكل اعقل وتوكل مو التوكل بمعناه التواكل وترك احترام القوانين الطبيه ومنها القوانين القوانين الماديه ومنها القوانين الطبيه والصحيه لكن على حال هذا اللي صار بعض الاحيان يعني حتى الالتزام بالتباعد غير ممكن مثلا يعني شلون يصير بالله تباعد في ركضه طويريج شلون يصير؟ من اللي يقدر يحقق هذا الشيء؟ لا هم الراكضين ولا وزارة الصحة ولا الدوائر الأمنية ولا أي كان حتى الأمر الديني والأمر الرسمي ما يحقق جدواه لأنه نفسهم الناس لما مليونين في منطقة ضيقة شوارع ضيقة في وقت ضيق يريدون يروحون إلى زيارة الإمام الحسين راكضين راكضين شلون تقدر أنت تحقق التباعد الاجتماعي يعني مو أنه عن تقصير للعلم أرجوكم إخواني مو كل اللي صار عن تقصير بعض عن قصور ايه وبعض نسبه عن تقصير ولكن بعضه مو عن تقصير ضيق الزمان ضيق المكان الاعداد الغفيره جدا مثل ركضه طويريج زين الان احنا صرنا بلب الحدث اقرا لكم تعليقات بيانات من بعض المراسلين فيما حدث ويحدث في لب الحدث اللي هو يوم عاشر محرم مثلا موقع الوطن إحياء ذكرى عاشوراء في العراق رغم جائحة كورونا هذا بحد ذاته عنوان شلون يحيون ويعرفون أنه هذا الإحياء يعني يضمن حضور الملايين بالوقت اللي اقامه صلاه الجمعه انتهت في العالم الاسلامي اقامه صلاه الجماعه انتهت في العالم الاسلامي لا شيء نادر الحج انتهى الا شيء بسيط مسمى الحج زين لاحظوا هنا ما قالته هذا الصحيفه هاي المجله في تاريخ 30 8 2020 تقريبا 10 محرم يقول وكان من المتوقع ان تكون الذروه بعد ظهر امس السبت حتى بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للعراق وحذر مسؤولون عراقيون وشخصيات دينيه المواطنين من تجنب العباره مو صحيحه سياقها من تج حذر من تجنب ما يصير كل التجمعات خلال الحدث من جانبها أصدرت اللجنة العراقية العليا، يعني هذه تلزم حتى الوزارات المفروض تلزم الدولة كلها، اللجنة العراقية العليا للصحة والسلامة الوطنية بيانا في 15 أغسطس الجاري دعت فيه جميع العراقيين إلى إحياء الحدث من داخل منازلهم وتجنب السير إلى كربلاء، السير مو مقصود السير يعني مشياً، السير بالأربعين. مو بالعاشر ولا بأيام محرم مقصودهم يعني السير بالمركبات يعني الذهاب إلى كربلاء حذروا من الذهاب إلى كربلاء والحضور هكذا زين هاي اللجنة عليا خوش هذه واحدة من المواقع الآن موقع لبنان 24 العنوان هكذا لاحظوا مع الزوار الشيعة في العراق يتحدون كورونا وفي إيران أغرب محرم في القرن وهذا بتاريخ 21/8/2020 يعني بالبدايه زين وذكر انه يتوقع ان يكون تكون مواسم مراسم عاشوراء احد اكبر التجمعات الدينيه في العالم الاسلامي منذ ظهور وباء كوفيد الذي اجبر السعوديه على اقامه مراسم حج على نطاق محدود جدا زين وهكذا اخواني انا ذكرت العناوين وبامكانكم ان ترجعوا الى التواريخ وتتاكدون ايران ولبنان اوقفوا تقريبا يعني حتى اجراءات رسميه باقامه بمنع اقامه المجالس فضلا عن الحضور في الساحات او الشوارع لاحياء المجالس. يعني مو فقط القضية قضية عراق، الدول الأخرى أيضا اتخذت إجراءات شديدة جدا، ما قدروا يقيمون هذه يعني قرارات المنع في العراق، رغم صدور آه أوامر ورغم ها إغلاق الحدود الدولية، ودعوات رسمية لإغلاق الحدود بين المحافظات. هذا موقع ألماني هسه مو موقع إسلامي حتى نقول شامت دي دبليو المعروف موقع الالماني وبتاريخ هنا العنوان عاشوراء في ظل كورونا بين موقف المرجعيات وموقف الجماهير واستشهدوا بكلام بدعوه من قبل سماحه اية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الشريف زين ودعواته إلى الالتزام مو بس الالتزام هم يقولون دعا ناشد المؤمنين الصلاة في المنازل حثهم على وضع الكمامات يعني الصلاة بدون صلاة جماعة يأتي هذا فيما يستعد كثيرون لمسيرات عزاء حاشدة الكلام من قبل الموقع بتاريخ 21 اب أغسطس 2020 وفي العنوان في نفس هذا الموقع يتحدى زوار عزاء عاشوراء اليوم في العراق وهو الثاني من شهر محرم بالتقويم الهجري دعوات المرجعيه مو يتحدون دعوات المرجعيه والسلطات الدينيه في الى التزام الحجر الصحي محاولين البدء باحياء ذكرى مقتل الامام الحسين والذي يشهد عاده مواكب هائله وذكروا انه الوضع الصحي بالعراق هاي مو بس هاي بعد هاي موقع اخر موقع الماني في ظل نظام صحي متهالك اذا توقعاتهم ان تكون الاصابات بالملايين غير مجانفه او مجانبه للانصاف والوجدان والبقيه من الكلام ياتي ان شاء الله في الحلقه القادمه ايها الاعزه ونكمل بعض الامور التي ذكرها موقع دي دبليو الالماني ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.